هل يمكن للإنسان أن يعيش 150 عاما بصحة جيدة وبسعادة؟ يكاد يكون الأمر مستحيلا، ولكن السعي إليه ليس من الخطأ. قد يجد أحدنا نفسه وقد عاش كل المشاكل وكل الصعوبات، لكن وجود الإيمان في داخله بأنه يستطيع أن يفعل وعليه أن يحاول أن يجعل حياته وحياة من حوله أفضل، هو بحد ذاته نجاح. سأقدم لكم بداية هذا الجدول. هذا الجدول هو متوسط حقيقي للأعمار المختلفة في جميع دول العالم بلا استثناء، وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015، يعني قبل 5 سنوات من الآن، يعني أنه حديث وواقعي وبإشراف أكبر منظمة عالمية للبحث في حقائق الأمور. بكل الأحوال هذا المعدل للحياة في هذه الدول يؤشر إلى أسباب، ونحن بكل بساطة سنجد هذه الأسباب بشكل سطحي في هذه الحلقة، لكننا في الحلقات القادمة سنبحث عن حقائق أوسع لنجعل حياتنا أفضل. فنحن نغوص لنكتشف الحقيقة التي تجعل حياة الإنسان أفضل. صحيح أنني أسجل هذا التسجيل في أزمة كورونا العالمية التي يجلس فيها معظم أبناء البشرية في بيوتهم خوفا من مجهول صغير يدمر العالم وكل حضارة العالم، وقد يدمر وقد لا يدمر، وقد ينجح الإنسان في التصدي له، وأنا أعتقد بأنه سينجح في التصدي له. ذلك لأن الأمر يختلف عن عام 1347 حتى 49، حيث اجتاحت أوروبا موجة هائلة من جائحة الطاعون، سفينة جاءت من الشرق الأقصى تحمل المصابين، أرادت أن ترسو في ميناء إيطالي، رفضت السلطات نظرا لوجود المرض، لكن خلال توقفها في الميناء نزلت بعض الجرذان وهربت إلى داخل المدن، وانتقلت العدوى، وذهب ضحية هذه الجائحة 50 مليون بني آدم في الوقت الذي كانت كل أوروبا عدد سكانها 150 مليونا، يعني ثلث السكان أبيدوا ولا أحد يستطيع أن يفعل شيئا. الحياة تغيرت طبعا، أصابت العالم جائحات كثيرة، والإنسانية تعرف أن قضية العجل قضية مهمة منذ بداية التاريخ، يمكن منذ أكثر من 5000 عام استخدمها الكثير من الحضارات القديمة جدا. بكل الأحوال رغم ذلك فإننا يجب أن ننظر نظرة متفائلة، ونعتقد أن هذه الأمور هي طارئة. يعني لو قلنا عمر البشرية التي نعرفها بالتاريخ 5000 عام، فهناك في هذا التاريخ مرت سنوات قليلة قد لا تتجاوز 50 سنة بمجموعها من الجائحات على مر الزمن خلال 5000 سنة. فالسائد والطبيعي هو أن يكون الإنسان في حالة طبيعية يعيش حياته بطريقة طبيعية، ونحن نتحدث في كل أحاديثنا عن هذا الوضع الطبيعي للإنسان، لا نتحدث عن وقت الجائحة. الجائحة لها ظروفها المختلفة، لكن مع ذلك عندما ندرس أسباب الحياة الطويلة السعيدة قد نستفيد من ذلك في حياتنا الخاصة. عندما نقول بأن الغذاء الصحي، وهو أمر معروف لدى كل الناس، يفيد أفضل، فهذا صحيح. عندما نتحدث عن الهواء النقي فهذا صحيح. عندما نتحدث عن
المأكولات الطبيعية، فهذا صحيح. نتحدث عن الضغوط الإنسانية، فهذا صحيح. كلها أمور تفيدنا في حياتنا. نحن سنتطرق لكافة هذه الأمور، وخاصة سنفصل في الأمور التي لا يعرفها الناس بالعادة. لا يعرف الناس مثلا قضية الجينات وتأثيرها في نوعية الحياة ومدتها، قضية الإرث الصحي، قضية يعني جدولت أو إعطاء قضية الصحة أهميتها من العناية، لأنه موازنة وزارات الصحة كم؟ وموازنة وزارات التعليم كم؟ وموازنات التسلح كم؟ يعني يجب أن ننتبه كبشرية لهذه الأمور لكي نجعل حياتنا أفضل، وهذه الغاية من هذا البرنامج. أرجو منكم أن يعني تتابعونا، لأن هذا لمصلحتكم أولا وأخيرا، ومستعد لتلقي كافة الأسئلة مهما كانت صعبة. سنعود للخبراء لنسألهم فيما لو أنا لم أكن أعرف، وأيضا سنحاول مع بعضنا أن نجد حلولا لكثير من مشاكل البشرية، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بقدراتنا الخاصة وإمكانياتنا وثقافتنا المحدودة. الآن سأعود إلى الجدول الذي قدمته الأمم المتحدة لندرسه معا. أحبتي، كما ترون في هذا الجدول، العمر المتوقع في السنوات حسب الأمم المتحدة لعام 2015. نلاحظ في رأس القائمة اليابان. الإجمالي المتوسط الذكور الإناث، سترون من خلال هذا الجدول وبشكل شبه مستمر تقريبا أو الأغلبية الساحقة أن هناك زيادة في نسبة أعمار الإناث عن الذكور في متوسط لا يقل عن 5 سنوات. ولا أدري هل أهنئهم أم أعزيهم، لأنه في هذه الحال سيبقون يعني هن المتكفلات بالأسرة ومشاكلها. على كل حال، هذا هو الواقع الذي نعيشه. أحبتي، نلاحظ بداية اليابان، إيطاليا، سويسرا، سنغافورة، أيسلندا، إسبانيا، إستراليا، هونغ كونغ، السويد، فرنسا، كندا، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، لوكسمبورغ، النرويج، هولندا، تشيلي، نمسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا. هذه الدول كلها ذات الأعمار الأطول معدلا لها مواصفات يبدو مختلفة عن دول الأخرى، ربما بسبب الوضع المادي أو الوضع الاجتماعي أو النظام أو أيضا الخدمات الطبية الأعلى وقلة الضغوط النفسية. يعني هناك واضح أن هناك فروق، لأننا كلما نزلنا في هذه القائمة سنلاحظ بأن هناك تناقص في المعدل، وتناقص كبير. نحن نبدأ الآن بصفة رسمية في 85-83 ونصل إلى أقل من نصف هذا المبلغ، أقل من نصف هذا الرقم. شيء مذهل لوجود هذه الفروق، وطبعا الأسباب معروفة، ومنها سنستنتج أشياء كثيرة. نلاحظ بأن كوريا الجنوبية، وهي دولة من شرق آسيا، نسبة العمر فيها عالية جدا، ذلك لأنها يعني تتمتع بخدمات طبية عالية جدا وبدخل عالي جدا بسبب تطورها الاقتصادي والصناعي. يعني موضوع ما بين بجانب النرويج وهولندا وقريبة من السويد وإلى آخره، وفرنسا وكندا. ألمانيا نتحدث لأن فيها جالية سورية كبيرة، متوسطة 83 أو للنساء و 78 للرجال و80 في المتوسط. اليونان أيضا
نفس الوضع تقريبا. ملاحظ انه الاتحاد الاوروبي مجموعة الدول تبعه قريبة من بعضها في المتوسط. يعني قبرص باعتباري عايش فيها يعني يعتبر جيد، والسبب اعتقد ان دخلها جيد وخدماتها الطبية رائعة جدا. يعني نحن مكفولون طبيا كل عمرنا كأسرة كمواطنين، ليس هناك إشكال في الطب، وليس هناك إشكال في أن يكون عندي أو ما عندي لكي أدفع. الدولة كفلتني بكل معنى الكلمة في الأطباء وفي العيادات وفي التحاليل وفي التصاوير وفي العمليات الجراحية، حتى لو اقتضى ذلك السفر إلى خارج البلد فهي مكفلة فيني أينما كنت في جميع أنحاء العالم. نتمنى أن نكون أفضل من ذلك حقيقة، يعني من الضروري أن نكون أفضل من ذلك، لأن دخلنا أساسا كدول عربية بشكل عام دخلنا أفضل من غيرنا. لبنان أيضا تعتبر في مركز جيد، قطر قد يكون السبب المادي مهم والرفاه المادي، ووجود أيضا الخدمات الطبية الجيدة. لاحظ أننا في الوسط نحن كدول عربية، لكن كلما نزلنا إلى الأسود كلما نزلنا إلى الأسفل ربما نجد الأسود، كما كانت خطأ بدون قصد، يعني خطأ الكلام. نلاحظ هنا أن دول المنطقة وصلت إلى 75 أو عمليا 75 للنساء، لكن إذا نظرنا 75 المتوسط تقريبا. أيوة تركيا مثلا 74 المعدل والنساء أعلى بفارق كبير. يعني جورجيا، تونس، أرمينيا، تونس لنرى مثلا 74 المتوسط و 77 للنساء، ايضا هناك فرق. الكويت 74 متعدل و 75 للنساء و 73 للرجال. السعودية ايضا الرجال 72 والنساء 75. الاردن 72 للرجال و 75 للنساء، الفارق واضح ومؤكد. يعني المغرب ايضا نفس القصة. فلسطين 70-74 ايضا لصالح النساء. نلاحظ هنا كلما نزلنا الى في المعدل نجد ان هناك الدول التي تعاني من اسباب اقتصادية او ازدحام او مشاكل سياسية او ضغوطات او وضع حرية غير مناسب او الى اخره. روسيا استغرب ان تكون الحقيقة في كدولة عظمى، يعني هناك فارق كبير مثلا بين اليابان وبين روسيا. سوريا 69 في المعدل، 63 للرجال و 76 للنساء بفارق 13 سنة. كان الله في عوننا، ما هم حق النساء. العراق تقريبا من نفس الأمور. نذهب بعد ذلك إلى دول وضع الاقتصادي يعني متردي، أو وضع الخدمات أو وضع الحريات أو وضع الأجواء. حتى الهند معنا دولة كبيرة لكن نزلت إلى متوسطة إلى 67. السنغال 65 إلى آخره. نلاحظ هنا الدول الأفريقية تجدها في آخر مثلا ناميبيا، بوتسوانا، تنزانيا، الغابون، اليمن، رواندا، أثيوبيا، السودان، أرتيريا، جزر القمر، موريتانيا، بابو
جيبوتي، الكونغو، غانا، ملاوي، النيجر، كينيا، ليبيريا، غامبيا، أفغانستان أيضا في المؤخرة، بنين، توغو، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، بوركينا فاسو، غينيا، أوغندا، كلها دول التي تعج بالضغوطات والفقر والمشاكل والاستغلال والغيب الإعلامي عن كثير من القضايا التي تهم الإنسان كإنسان. كل دول أفريقية في المؤخرة